نستقبل سعادة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله البيلي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة. حياك الله يا دكتور. الله يحييك، أهلا وسهلا. يا مرحبا وأسعد الله صباحك. واليوم يعني حديث وذكريات جميلة وحاضر راقي ومستقبل أجمل إن شاء الله لجامعة الإمارات. حياك الله يا دكتور. الله في البداية دكتور تحدثنا جزاك الله خير، يعني أكيد لكل مؤسسة لكل دائرة أهداف تحب أنها تحققها، فتحدثنا عن أبرز أهدافكم في جامعة الإمارات اللي تنوون إن شاء الله وتسعون لتحقيقها في السنوات الحالية والمقبلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا أشكركم على طرح هذا الموضوع على الاستضافة الكريمة. وجامعة الإمارات يمكن جامعة غنية لأنها تحمل اسم الدولة، لا شك، وجامعة الإمارات هي الجامعة الوطنية الأولى والجامعة الأم لدولة الإمارات، وأسسها المغفور له صاحب سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. طبعا نتكلم عن تأسيسها وتاريخ تأسيسها من 1976، وبدأت تقبل أو قبلت الدفعة الأولى 1977، وأنا من الناس المحظوظين اللي التحق بجامعة الإمارات في الدفعة الأولى 1977 ما شاء الله، وتخرجنا بالدفعة الأولى 1981. طبعا كان هناك في رؤية لصاحب السمو الشيخ زايد رحمة الله عليه وغفر له، أنه يريد شيء أنه يجمع أبناء الدولة، يريد شيء مؤسسة تحتضن أبناء الدولة لتكون أحد الممكنات الداعمة لترسيخ الانتماء والولاء للاتحاد وتقوية هذا الاتحاد. ففكر بإنشاء هذه الجامعة واختار مدينة العين كموقع استراتيجي، موقع يمكن الوصول إليه بنفس المسافة من جميع الإمارات تقريبا، واختار المدينة الهادئة، المدينة الباسمة، المدينة الخضراء. ودائما اختيار الجامعات على مستوى العالم يختارون مدن هادئة لتكون وتنمو هذه المدن مع هذه الجامعات، وفعلا يعني كان سبحان الله اختيار مدروس واختيار موفق. والآن طبعا على مر هذه السنوات الآن 37 سنة ساهمت الجامعة برفد سوق العمل وأيضا تأهيل الكفاءات والقيادات اللي ساهمت في مجالات التنمية المختلفة. فالآن خريجي جامعة الإمارات من الوزراء ومن المسؤولين ومن السفراء والأطباء وغيرهم من الناس الذين يعملون في مجال سوق العمل. طبعا لا ننسى أن جامعة الإمارات هدفها الرئيسي هو رفد سوق العمل بالكفاءات والقيادات، وكذلك أيضا تنمية أو تطوير التعليم العالي على مستوى الدولة. ويمكن هي كما ذكرت أنها فعلا ساهمت أيضا في ظهور جامعات أخرى منافسة لها، وهذا شيء طبيعي أن تنشأ الجامعة تنشأ الدولة وتتطور من خلال مؤسساتها الأكاديمية. صحيح. طبعا لا ننسى أن جامعة الإمارات جامعة اتحادية مدعومة من الحكومة، وأيضا نثمن الجهود التي تبذلها الحكومة وعلى رأسها طبعا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، وأيضا لا ننسى الدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هذا الدعم طبعا هو لتأثير الجامعة بخطى ثابتة نحو التقدم ونحو الازدهار. نحن نساهم مساهمة فاعلة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وكذلك أيضا لهوية الإمارات 2071، فنعمل بشكل متناغم مع الحكومة الاتحادية في تحقيق رؤيتها وتحقيق أهدافها. طبعا الجامعة جامعة حققت إنجازات وحققت قفزات كبيرة جدا من حيث زيادة في عدد الطلبة، زيادة في عدد التخصصات، زيادة في أيضا الكادر الوظيفي المواطن في جامعة الإمارات، لأننا نحن تقريبا جامعة الإمارات فيها برنامج متميز يسمونه برنامج المعيدين، بعد تخرج الطالب يمكن يلتحق بالجامعة ويستمر بها ويتدرج في السلم الوظيفي ليصل إلى ممكن إلى مراتب متقدمة. فخرج هذا الجامعة هذا البرنامج تقريبا ما يقارب 300 دكتور مواطن، تبارك الله، الآن موجود تقريبا نصفهم في الجامعة 150، والنصف الآخر يخدمون في قطاعات مختلفة وفي جهات مختلفة في الدولة. فهناك يعني جامعة الإمارات قد لا يكاد يخلو بيت في الإمارات ما يرتبط بشكل أو بآخر بجامعة الإمارات، يعني أن اليد درس جامعة الإمارات أو اليد أو الأب ولا الأم ولا الآن الأبناء يدرسون جامعة الإمارات أو الأحفاد إن شاء الله مستقبلا سيلتحقون جامعة الإمارات. فهي يعني هي بيتنا كلنا، هي مؤسسة حاضنة لكافة أفراد المجتمع وطبقات مختلفة، ليس فقط على فكرة المواطنين، أيضا جامعة الإمارات لها مساهمات في استقطاب الطلبة الغير مواطنين وتقدم منح دراسية لطلبة من شتى قطاع العالم، لأن صاحب السمو الشيخ زايد رحمة الله عليه أنه يريد فعلا تكون جامعة الإمارات منارة
للعلم وقلعة للثقافة، جامعة عربية إسلامية تقوم بدور كبير جدا في نشر الثقافة العربية الإسلامية على مستوى بقاع العالم. طيب دكتور محمد جزاك الله خير، أكيد الحمد لله طوال هالسنوات تخرج العديد من الطلاب منذ تأسيس الجامعة حتى الآن، نود أن يعني إن كان يتوفر لديكم هل في يعني إمكانية نعرف كم بلغ عدد هؤلاء الطلاب وشو أكثر التخصصات كذلك اللي يعني تم دراستها ويتم دراستها؟ طبعا في نبدأ من الدفعة الأولى، الدفعة الأولى تخرج من الدفعة الأولى 1981 472 خريج مواطن، تقريبا نصفهم من الذكور ونصفهم من الإناث. فدور المرأة كان دور إيجابي ودور فاعل ونشط منذ بداية تأسيس الجامعة، فكانوا شريك رئيسي في تأسيس الجامعة. الآن طبعا حاليا يبلغ عدد الطلبة 14,000 طالب وطالبة. جامعة تضم 9 كليات علمية بالإضافة إلى الكلية الجامعية وكلية الدراسات العليا. تطرح الجامعة 100 برنامج أكاديمي على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، فهي جامعة يسمونها جامعة شاملة فيها تقريبا معظم التخصصات الموجودة على مستوى العالم. نعم ما شاء الله. فالطالب لا يجد صعوبة في الحصول على تخصص مناسب له داخل الدولة في جامعة الإمارات إذا حب أن يدرس أي تخصص على مستوى العالم. الحمد لله الحمد لله. يمكن الجامعات وجامعة الإمارات تميزت في مجالات عدة، لكن هل في خدمات توفرها الجامعة للطلاب غير الدراسة دكتور محمد جزاك الله خير؟ نعم طبعا جامعة الإمارات هي الجامعة الحكومية الاتحادية الوحيدة اللي فيها السكنات اللي يسمونها الجامعة السكنية. يعني يقيم الطالب خلال فترة الدراسة في سكن الجامعة، في سكنات الجامعة. وطبعا هناك أنا سمعت بعض المداخلات الأخوة والأخوات خريجي الجامعة أن هناك في مميزات تمتاز بها الجامعة في تقديم خدمات متميزة للطلبة، بالإضافة إلى أن تساهم الجامعة من خلال تواجد الطلبة في سكناتها بصقل شخصياتهم وصقل بعض المهارات وأيضا الاعتماد على الذات وتكوين العلاقات الاجتماعية بسبب تواجد الطلبة لفترات زمنية داخل الجامعة وكذلك أيضا في السكنات. بالإضافة إلى ذلك أن طبعا إحنا نهتم به أيضا الحياة اللي هي اللاصفية، نشاطات اللاصفية، هناك في من المحاضرات وهناك في من الأدوات وهناك في من ورش العمل خارج نطاق المحاضرات. هناك أيضا في أندية تهتم بالمواهب وتهتم بالقدرات، وهناك في مسابقات أيضا يخوضها الطلبة في كافة مجالات هذه المواهب وهذه القدرات. فهناك في أنشطة مستمرة في الجامعة بالإضافة طبعا إلى الأنشطة التي تتعلق بقاعة المحاضرات ولا في المختبرات. في هدفنا نحن صقل شخصية الطالب من جوانبها المختلفة، جوانب الاجتماعية، جوانب الثقافية، جوانب الدينية الروحية، كذلك أيضا الجوانب الأكاديمية والجوانب أيضا الجسمية. هناك في أيضا صالات رياضية، هناك في تسهيلات، هناك في مسابح عالمية دولية داخل حرم الجامعي. ففي إحنا ننظر إلى الطالب كشخصية متكاملة، نعد الطالب للحياة ونعده للمستقبل. جميل جدا دكتور محمد، نحن طبعا سعداء أنك معانا عبر الهاتف دكتور محمد عبد الربيلي مدير جامعة الإمارات. سمعنا يمكن ذكريات كثير من اللي شاركونا، لكن خلنا بعد نستغل دامك أنت أيضا من خريجي الدفعة الأولى دكتور، شو يعني أكثر الأمور اللي دائما تتذكرها وما تنساها وشو اللي تغير في الجامعة من الماضي حتى هذه اللحظة وحتى هاليوم؟ شو هو طبعا أحلى مراحل حياة الإنسان المرحلة الجامعية. نعم يعني نعيش هذه المرحلة بكل حياته، فهي مرحلة انتقالية من الاعتماد على الأهل إلى الاعتماد على الذات. نعم. هي مرحلة انتقالية من الدراسة إلى سوق العمل. وبالتالي إن هذه المرحلة تحمل ذكريات لا تنسى. يعني نذكر إحنا أول ما جينا الجامعة في 77 طبعا كانت العين مدينة صغيرة جدا. نعم. وكنا في السكن الداخلي، وكان كان في هناك في مواصلات تأتي بنا من الإمارة إلى المدينة، وأيضا نتنقل بالباصات من السكنات إلى الكليات. وأذكر أن المنطقة هذه منطقة المقامة، هني كان هناك فيها رمال
يعني كثيفة إلى درجة أن الباص ما كان فيها طبعا طرق معبدة، الباص كان يغرس فترات، فيقول لنا راعي الباص نزلوا دزوا شكروا محاضراتكم، فكنا فعلا ننزل من الباص ونزل الباص لغرز حتى يعني يوصل للمحاضرة في الوقت المناسب. ما شاء الله عليك. فيعني على الرغم من هذه المعاناة، هذه حالات الحياة الإنسان يعيش وطبيعة الحياة في ذلك الوقت، طبيعة التحديات هذه التحديات ولابد أن تتكيف معها وتتغلب معها، ولكن تبقى هذه فعلا من الذكريات التي الإنسان لا يمكن أن ينساها طول فترة حياته. صدق. ولكن الآن الحمد لله يعني بسبب طبعا الطفرة الحمد لله، وبسبب التطور، وبسبب اهتمام القيادة الرشيدة في الجامعة وتوفير كافة الاحتياجات الطالب، الآن كما ذكرت أنا بعض المداخلات والمشاركات أن الطالب عندما يأتي الجامعة كأنه عايش في بيته ولا أنه عايش في فندق 5 ستار. الحمد لله. وهذا دور الجامعة، توفر فعلا كل سبل الراحة للطالب حتى يستطيع أن يركز على دراسته ويتفوق بها ويساهم في التنمية المستدامة للدولة. نعم، جزاك الله خير دكتور. طيب نصيحة ممكن توجه للطلبة اللي يتابعون الآن عبر الإذاعة، إن كان يعني اللي بعد ما دخل المرحلة الجامعية أو اللي حاليا منتظم في جامعة الإمارات أو جامعة الأخرى؟ والله أنا نصيحتي يعني أن من لا يشكر نعم يشكر، فلذلك أن هذه نعمة الدولة وفرتها وخدمة وفرتها لطلبتنا لطلبتنا الحمد لله. وبالتالي أن يجب أن تثمن هذه النعمة وتقدر، وأن نحافظ عليها، لأن المحافظة على النعم شأن كبير. ولذلك أني أنصح أبنائي الطلبة عندما طبعا المقبلين على الجامعات الآن أن يختارون الجامعة المناسبة، الجامعة التي ستصل بهم إلى المستقبل، الجامعة التي ستشكل فارقا في حياتهم المستقبلية وفي أيضا مسيرتهم المهنية، وكذلك أيضا اختيار التخصص المناسب، وخاصة الآن نشهد طبعا تطور وطفرة في مجالات العمل بسبب طبعا الآن الثورة الصناعية الرابعة والتخصصات الجديدة، فالجامعة تستجيب لهذه المتغيرات، والآن بصدد طرح برامج جديدة في الفضاء وفي الذكاء الاصطناعي، وكذلك أيضا في البيانات الضخمة وغيرها من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المستقبلي. فيعني جامعة الإمارات ترحب بكم، وأيضا طلبتنا الآن اللي على مقاعد الدراسة أنا طبعا أنصحهم بالجد والمثابرة وإنجاز المهام المطلوبة منهم في الوقت المناسب، وكذلك أيضا المساهمة في أنشطة الطلابية التي تقيمها الجامعة بشكل دوري. جزاك الله خير يا دكتور، يعني سعداء حقيقة أن كنت معنا عبر الأثير في برنامج صباح النور.